لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. على مهرتي جرحي سفر عمري طويل. ترك شكواه من مرضه واتخذ من جرحه خيلا يمضي به بعيدا، بقيت قصائده مطربة كل الأجيال التي عاصرت الهجرة والمنفى، الوطن والحب ولحظات السعادة المسروقة، كلها حولها لقصائد مغنات. كتب الوطن والحبيبة وبكاهما في بيت شعري واحد، سر الحبيبة اسمها عمرها، بيضاء كانت أم سمراء أجاب عنه بالوطن، وبقيت هي مجهولة، وصار الحديث يدور عن بغداد جعلا العراقيين يغنونها بغربتهم. كثر الحديث من التي أهواها، ما عمرها، ما سرها، ما شكلها. تعاون كريم العراقي مع مطربين كثر مثل سيتا هاكوبيان وفؤاد سالم وسعدون جابر، لكنه كتب أكثر من 70 قصيدة للساهر، رثى بها مدينة الحب وعاتب فيها صديقه الذي كان ودلع فيها الكثير من النساء. هو سفير القصيدة نحو الأغنية عن طريق قصائده التي كتبها، قصائد هو كتبها واشتهرت عربياً وما كتب اسمها اسمع عليها مثل عاش من شافك حبيبي، عاش من شافك حبيبي لو سمع عنك خبر. رحل العراقي عن عمر 68 عاما مؤلفا مئات القصائد، وخلال 3 سنوات قضاها في صراع مع المرض كتب 55 قصيدة، وصف في إحداها سرير المرض بالأمل وكان مصرا على الحياة. زينب المشاط، صباح العربية، بغداد. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.